لعبوا الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وايضا عوده واستشفاء عدد من نجومنا المصابين العائدين من اصابات ورحلاتهم العلاجيه والاستشفائيه. معانا على الهاتف زميلنا العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي شريف شعبان. مساء الخير يا شريف، اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك استاذ محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت وقلت، يمكن عن قرب التعرف عن قرب عن فريق النادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي كان تمرينه في الخامسه مساء استعدادا لمباراه الزمالك في الدوري العام يوم 19/10 باذن الله، اتمنى باذن الله الفوز فيها للنادي الاهلي. كان غاب عدد كبير النهارده عن لاعبي النادي الاهلي ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وايضا غاب علي معلول لاعب المنتخب التونسي، يمكن يسافر الى بلده. حسام عاشور كان لها جلسه معاه نفي قاطع موضوع الاعتزال اللي يثير في السوشيال ميديا اليومين السابقين، وقال انا ما قررتش اي حاجه، انا بلعب وتركيزي كله منصب في الحصول على بطولات اكثر واكثر للنادي الاهلي في الفتره المقبله. يمكن مستر فايرر بدا التمرين النهارده بالاطالات والتسخين، وعمل دايره كبيره جدا كان فيها التسلم والاستلام والضغط على الخصم، وكان حريص يكون فيها اللاعب يستلم الكوره من لمسه ويطلع الكوره في لمسه واحده اكثر من لمستين ما يلمس الكوره. وبعد هذه الدائره يمكن اختفت بتقسيمه صغيره تالق فيها شريف اكرامي، وتالق فيها وليد سليمان واحمد الشيخ وسعد سمير وصالح جمعه ومحمد محمود اللي احرز هدف لوب بدماغه، هدف جامد جدا وازاره على خطاه، احرز هدفين ولا اروع ولا اجمل. النهارده بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، ظهر اكثر من لاعب النهارده في هذه التقسيمه بشكل متميز. مستر فايرا كان حريص وقف التقسيمه، وكان حريص كان يدي تعليمات اول باول علشان اللعيبه ما تحسش بالكره كتير تحت اقدامها. اللعيبه لازم تطلع الباص لقدام، لازم الريتم اللعب يكون سريع. وبالفعل احنا شايفين هذه التعليمات بتاتي ثمارها في المباريات الخمس السابقه. يمكن النهارده اول ظهور للاعب مروان محسن، وعقد جلسه مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ الطيني فيها على وجه مروان وعلى الفتره القادمه لمروان. يمكن مروان باذن الله بنتكلم في 14 يوم يكون بس الجرح او العرض بدا يلتئم في وجهه ويتسجل قناع باذن الله ويبدا يشارك مع زملائه. النهارده حط له برنامج بدني هيكون كل يوم مشارك في هذا البرنامج، تمرين حراسه المرمى على اعلى مستوى. شريف اكرامي، علي لطفي، احمد طارق النهارده بيأدوا تمرينات بكل قوه، ويمكن الراجل النهارده كان حريص يحط لهم الساتر ومن بعديها هياكل عشان خاطر اما يجي تصويبات مفاجئه ويكون في مدافعين امام حارس المرمى يقدر يتعامل مع هذه الكرات في تصدي مفاجئ وبالفعل يتالق فيها الثلاثي. يمكن لفت نظري النهارده في ملعب الفيتش معدات جديده، الات جديده، مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز التنفيذي في النادي الاهلي كان حريص على شراء هذه المعدات علشان اول باول يكون ملعب الفيتش يظهر في ابهى صوره. يمكن برنامج النادي الاهلي الفتره المقبله هيكون النادي الاهلي تمريناته مستمره الى يوم الخميس المقبل، هيكون التمرينات في الخميسه مساء، ويوم الجمعه يوم السبت هيكون اجازه، يوم الاحد عوده من جديد للتمرينات، ويوم الاثنين باذن الله هيكون في ماتش ودي. الى الان يعلن على اسم الفريق الذي سيلاعب النادي الاهلي يوم الاثنين. نطمنك على الاصابات النهارده، محمود متولي النهارده يمكن ما شاء الله بقى ثالث يوم على التوالي بدا يجري في ارض الملعب. محمود متولي بالشكل العام بنتكلم في 10 ايام باذن الله وهيكون جاهز. كريم نسبة ايضا بنتكلم من 10 ل 14 يوم باذن الله وهيكون جاهز. عمرو السوليه باذن الله من 10 ل 12 13 يوم بالكثير هيكون جاهز. باذن الله هيخش لاعب النادي الاهلي بشكل كبير في مباراه القمه. يمكن اغلب الاصابات تكون متاحه مع مستر فايرر، بالاضافه الى محمد محمود، بالاضافه الى سعد سمير. يختار من يختار، اهم حاجه شكل النادي الاهلي الفتره المقبله مواصله الانتصارات، الفوز القادم باذن الله يفرق كثير في مشوار الراجل مع النادي الاهلي، يفرق كثير باذن الله في محطه الدوري الممتاز. جميل، اتفضل. شريف، عايزين نسالك كمان، هل لاحظت اي تركيز من الجهاز الفني، مدير الكوره، المدير الفني، الجهاز المعاون، على ان احنا نحافظ نجومنا يحافظوا على قوه الدفع اللي بدانا بيها الدوري عشان ما يحصلش حاله استرخاء ولو بنسبه قليله، لان العروض كويسه جدا ما شاء الله والنتائج افضل واروع والجمهور راضي ووسائل الاعلام كلها بتشيد بشكل الاهلي وانطلاقته واداء فايلر من بدايه التعاقد معاه ومنذ الايام الاولى اللي عمله مع الفريق واول مباراه واول ظهور للفريق تحت قيادته، ازاي هنحافظ على ده القوه الدافعه للفريق في بدايه الموسم عشان نفضل بنفس معدل الاداء والنتائج في المباريات اللي جايه؟ الراجل كان حريص من اول بداياته مع النادي الاهلي او مع اجتماعاته في الاهلي مع لاعبي النادي الاهلي ان هو معاه سكاوتنج لكل لاعب،
بكل مبارياته بكل التحاماته بكل يعني زي ما بيقولوا عيوبه وحسناته، ولكن مش هيعتمد على كل ده، هيعتمد على نظراته، هيعتمد على تنفيذ تعليماته. اللي هينفذ تعليماته هيكون موجود في المباراه، اللي هينفذ كل ما هو بيطالب من اللاعبين في التمرين هيكون موجود في المباراه. وبالفعل الراجل بيعمل روتيشن كتير، ما بينها ما بين بين روتيشن ما بين بين ان هو يشوف قد يتعرف على قدرات اللاعبين اكثر واكثر. فلاعبي النادي الاهلي اللي ما بيشاركوش واللي بيحاولوا يشاركوا، لاعبي النادي الاهلي اللي بتشارك على فترات وبترجع وبتخش القايمه وبترجع بره او بتشارك، الكل بيحاول ينال ثقه الراجل، لان عارفين ان الراجل مش مجهز مش مثبت 11 لاعب الى الان. الراجل اي لعيب ممكن يتالق في التدريج، ممكن يلاقي نفسه بيبدا اي مباراه. اللاعب اللي ممكن يتخاذل او ممكن ما ينفذش بعض التعليمات يلاقي نفسه اتلتيك في البدلاء او خارج ال 18 او خارج القائمه خالص، ممكن ما يروحش معاهم المعسكر اصلا في قائمه ال 21 لاعب. فالكل بيحاول يبتعد، الكل بيحاول يثبت للراجل ان هو كتير بارتداء البدله الحمراء. بل بالعكس ده لعيب النادي الاهلي، ده لعيب الاصابات زي محمد محمود زي سعد سمير النهارده بيقاتلوا في التمرين عشان يقدروا يلفتوا الانظار نظر الراجل ليهم. النهارده صالح جمعه النهارده بيدي تمرينه ولا اروع ولا اقوى، بيحاول يثبت الراجل ان هو جدير، ان الفتره القادمه يعتمد عليه الفتره القادمه. فبتشوف النهارده في التمرين، لا بطمن لك وبطمن جماهير النادي الاهلي، الكل بياكل النجيله بلغه الكوره عشان يثبت للراجل ان هو يعتمد عليه، الراجل يعتمد عليه في الفتره المقبله باذن الله. يعني يا شريف انا فهمت من كلامك حاجتين، اكد لي بس لو ده المقصود، انه مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي اكد على امرين، اولا انه مدير فني صارم جدا في عمليه الالتزام برؤيته وتوجيهاته وطريقه اللعب وتكليفاته الفنيه، وانه لن يتهاون في اي نوع من التخاذل من نجوم او لاعبي الفريق في الالتزام بالتعليمات دي، ده اول امر. تمام مظبوط. تمام. الحاجه الثانيه ان مستر فايلر كمان ادى الفرصه وبيدي حافز للاعبين ان الفرصه متاحه امام الجميع للمشاركه، وانه موضوع الاختيارات والمشاركه في التشكيل الاساسي مش حكر على مجموعه ابتدى بيها او وفقت في بدايه الموسم، ولكن التنافس والفرصه متاحه امام كل نجوم الفريق. مظبوط، دي حاجه مهمه. وبضيف على حضرتك كمان حاجه ثانيه، ان هو قال ان ما عنديش تيكو الفريق، انا عندي الاهلي هو النجم. عظيم. عندي الاهلي هو النجم، الكلام صريح لكل اللاعبين، الاهلي هو النجم، ما فيش تيكو في الفريق، وده بيدل على كلامنا وبيدل على رؤيه الراجل. وباذن الله بس نتمنى التوفيق يفضل معاه الفتره القادمه عشان يثبت اقدامه اكثر واكثر، ويخش قلوب الجماهير الاهلاويه العاشقه للراجل اللي بدات تتعاطف مع الراجل وبدات تحب الراجل. ان شاء الله يكون القادم افضل والجمهور يقتنع اكثر واكثر مع الوقت ومع استمرار النتائج الرائعة، وبعد الفوز السادس على التوالي ما شاء الله، إن شاء الله النتائج تستمر بنفس القوة وأفضل، والأداء كمان نشوفه بيتطور أكتر وأكتر في الفترة الجاية. بشكرك شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذا اللقاء، زميلي العزيز ومراسل قناة الأهلي شريف شعبان.